فين عمرهم بقاو بلا عيد، فين عمرهم عيدوا بالخروف الصغير بالحوليه وبالمعزي حيت ما عندهمش، فين عمرهم تشاركوا في الحولي حيت ما عندهمش، فين عمر الخروف الصغير تباع بالثمن ديال الحولي الكبير. المغاربه هذا العام السيد الوزير عيدوا بالحوليه اللي ضاره. سيد الوزير علاش تخليتوا على المغاربه وخليتوا منهم للشناقه؟ لا حني لا رحيم لا متابعه في الاسعار، وما دخلتوش في الاسعار المهوله اللي وصلها الحوليه مات العيد. علاش المغاربه ما لقاوش الحولي اللي تنهار العيد؟ اللي عوض ما تبان على المغاربه وعلى الكسابه استفدوا منها المستوردين ديال الحولي في الحقيقه. بصح نيت انتم واحد المحترمه انتهى الوقت. شكرا السيده الرئيسه المحترمه، سيده الساده النواب المحترمون. فكما كتعرفوا بان هذا القطاع ديال تربيه الماشيه كيواجه عده اشكاليات هذه عده سنوات، هذه السنه الثالثه على التوالي، والمواجهه لهذا الاكراهات قامت الحكومه يعني بشكل مستمر بدعم الاعلاف والحفاظ مجانا على صحه القطيع وفتح الاستيراد، وخصوصا التدابير ديال برنامج تحضير العيد الاضحى مع دعم الاستيراد. فكان هناك ترقيم ديال 6.3 مليون راس، الاستيراد ديال 474312 راس بمبلغ اجمالي ديال الدعم ديال 237 مليون ديال الدرهم. وكانت هناك استيراد كذلك ديال 41000 راس خارج هذا الدعم منذ بدايه السنه، والتمويل السوق من اللحوم الحمراء خلال الاشهر المقبله. كتستمر الحكومه طبعا في الاعفاء من رسوم الاستيراد والضريبه على القيمه المضافه على الاغنام والابقار. هل هناك من تعقيبات إضافية في هذا الموضوع؟ المحترم صرحت قبل قليل على أن هذه السنة الثالثة اللي تتعرف مشاكل، وصرحت السنة الماضية بأن هذه السنة غتكون استثنائية للدعم، ثم هذه السنة صرحتم بنفس الكلام. طبعا بصراحة وبعيد على كل مزايدة، وزارة الفلاحة هذه 18 العام وهي في نفس اليدين، ماذا وقع؟ أين هي الاستباقية اللي المفروض تكون باش نتقدموا؟ وشكون المستفيد من الدعم؟ فين وصلنا مع ذاك الجمعية المعلومة اللي عندها علاقة بهذا الشيء؟ هذا كله الكساب الأجنبي هو اللي تندعمه في الحقيقة حاليا، لأنه أصبح يبيع بسهولة القطيع ديالو. هذا الملاير الدعم كان يمكن لها تمشي الفلاح المغربي، وطلبنا هذا الشيء أكثر من مرة. تنقول له ودي بالمناسبة في الوقت كوفيد هذاك اللي ضاعت له 300 تراس من القطيع ديالو ندعموه ب 150. شكرا. اللي داز كان فعلا استثنائي، ارتفاع غير مسبوق في أثمنة الأضاحي، غياب الوفرة في العرض وفي الجودة، وبالتالي كانت معاناة للمواطنين. بالرغم من التدابير اللي اتخذتها الحكومة لتأمين وفرة العرض في الأسواق، إلا أنه مع التأخر في منح التراخيص للمستوردين واقتراب موعد عيد الأضحى، كان هناك ارتفاع في أثمنة الخروف في أوروبا وخاصة في إسبانيا، اللي رجعت تدرك تماما أهمية هذا العيد لدى المغاربة. لذلك السيد الوزير المحترم، إذا كانت الضرورة تستدعي الاستيراد في السنة المقبلة وتفاديا لتكرار مواقع هذه السنة، فإننا نقترح اتخاذ إجراءات استباقية خاصة على مستوى فتح التراخيص على بعد أشهر كافية من موعد العيد، كما نقترح تنويع الموردين لكي لا يكون حكرا على دول دون أخرى، وباش يتمكن المواطن المغربي. والمضاربات، ولكن السيد الوزير حنا لا نشكك في النزاهة ديالكم والكفاءة اللي كتدبروا بها القطاع. المشكل فين كيتعلق بهذه المساله ديال سلسله التوزيع، هنا فين كاين الخلل وفين كاين المشكل السيد الوزير. من خلالكم بغيناكم، لان هذه المساله عندها طابع افقي ماشي وزاره الفلاحه، ما يمكنناش نحملوا المسؤوليه لوزاره الفلاحه بوحدها، كاين مراقبه الاسعار، كاين قطاعات اخرى. لذلك السيد الوزير نلتمس منكم دار واحد اللجنه باش نقيموا الوضع ديال هذه السنه وجيبوا لنا الاحصائيات. كاين دابا كيقولوا كاين واحد المجموعه ديال القطيع اللي مخبعه في الكواره مازال ما توزعتش، وانتم يمكن تطورونا في المستقبل بها باش نتفاداو الاخطاء. شكرا سيدي، انتهى الوقت. في الاصل تخضع لقانون السوق العرض والطلب. السيد الوزير المسؤول الحقيقي هما الاصوات الغير المسؤوله اللي كانت كتشوش وكتغلط على المغاربه وكتطلب منكم الغاء هذه الشعيره، وكتقول بان الحولي ما غيكونش هذا العام وغيكون قليل. السيد الوزير هذه الاصوات خلقت الخوف والرعب والقلق لغدا المواطنين، هذه الاصوات استغلوها الشناقه
باش يرفعوا الاثمنه. شنو اللي خلى الفلاح كيبيع الحليب ب 3000 درهم وكيشريه المواطن ب 5000 درهم؟ السيد الوزير اليوم اذا كنا غنقولوا شي حاجه غنقولوا شكرا لكم على التدابير اللي خديتوها، لانكم دعمتوا الكسابتيلات هذا الموسم، دعمتوا الاستيراد اللي ساهم في تخفيف الاسعار وفي دعم القدره الشرائيه للاسر. كنشكروا الكساب المغربي اللي دار المجهود، وكنطالبوا من هذه الاصوات الغير المسؤوله انها تسكت، لان الدرويش هذا العام كان ضحيه لهذه الاصوات. والسيد الوزير وصلوا وفكروا في العام المقبل ودعموا الكسابه في هذا الظرف ديال الجفاف، دعموا الكسابه باش نحافظوا على الثمن ديال اللحوم وكذلك على الوفره للعيد المقبل ان شاء الله. نهضروا اخذ بعين الاعتبار هذه الظرفيه. راه الظرفيه ماشي سهله، ظرفيه صعبه، وملي كتهضروا على المستقبل اولا كنقول الله يرحمنا بالشتاء. راه الا ما كانت الشتاء راه ما كاينش حلول. ثانيا احنا منفتحين، عطيونا شي حلول. شنو هما الاليات اللي ما عملناش؟ وهذا الشيء ديال السباقي راه متفقين معكم 100%، ولكن ذاك الشيء اللي في الاستطاعه واللي كنعرفوا راه جاي، واش حنا ما عارفينش كيفاش غيكون السعر، راه هو الاشكاليه. راه الاستيراد ما راه استثنائي، كنعاود لسيتا ما عمرو كان عندنا وما عمرو كنا بغينا نديروه، كنا كنحافظوا على القطيع الوطني. فاذا هذه هي الحاله اللي كاينه، وذاك الشيء اللي كان من الممكن باش يدار راه دارته الحكومه. وطبعا حنا كنتفقين على عده امور اللي هضرتوا عليها، وهذا الشيء ديال التوزيع، وهذا الشيء ديال والكسبه. السيد النائب المحترم حنا راه كندعموهم، وراه ما عمرو قطعنا الشاعر. طبعا نتفق معاك، الشاعر ما كافيش بوحده، ولكن راه الدوله داك الشيء اللي كان يمكن. راه دابا الحال طال، هذه ماشي غير ثلاثه سنوات راه ديال الجفاف. راه كنقول لك ما عمرها كانت القطاع عرف هذا الحده، وهذا التاثير ديال هذا الشيء كان على القطاع يعني المواشي اولا، ودابا على القطاع ديال الانتاج في المناطق السقويه ديال لا الخضار ولا هذا. الخضار راه ما درتوش عليها هذه السنه هذه تقريبا، لان هذاك الشيء اللي دار راه كان عنده واحد التاثير كبير. طبعا احنا ما كنتمناو الله يرحمنا في هذا الصيف ويرحمنا في البدايه ديال السنه المقبله.